السلام عليكم متابعينا ومتابعي قناتنا الثانية علي صادق للمنوعات. اليوم أيضا راح أقدم لكم فيديو أرشيفي وهي عبارة عن أغنية وطنية للثنائي مي ووحيد. هذه الأغنية راح تعرض لأول مرة في السوشيال ميديا وفي اليوتيوب. الأغنية أنتجت في الثمانينات بان الحرب العراقية الإيرانية وما تسمى بأناشيد القادسية، وهي أناشيد حماسية خاصة بالحرب العراقية الإيرانية اللي دامت من سنوات. أناشيد هواية طلعت ذيك الفترة خاصة بالجيش العراقي لدعم الجيش العراقي ودعم معاركه ودعم بطولاته في الحرب. طبعا كالعادة ننوه أنه إحنا مجرد مؤرشفين ننقل ما بث التلفزيون العراقي في تلك الفترة منذ زمن تأسيسه لحين سقوط النظام السابق، سواء الفترة الملكية أو فترة عبد الكريم قاسم أو ما بعده أو صدام حسين أو إلى آخره. إحنا مجرد ناقلين للحدث. أرشيف عراقي بث التلفزيون العراقي في تلك الفترة، شنو نحصل عليه موجود؟ نحصله بمكتبتنا بالكاسيتات بالأشرطة اللي نشتريها، قابل للبث نبثه، نشوف صورته حلوة، نشوف صوته حلو، قابل للبث نبثه، ما لنا علاقة نظام سابق أو نظام حالي أو نظام مستقبلي، احنا ما لنا أي علاقة بالموضوع، مجرد ناقلين للحدث ومؤرشفين ومدونين. شغلة هاي عرضها التلفزيون أنقل لكم إياها كما عرضها التلفزيون وانتهى الموضوع. وراح أترككم ويا هذه الأغنية الوطنية الخاصة بالثنائي مي ووحيد اللي مثل ما نوهنا أنه أنتجت فترة الثمانينات خاصة بالحرب العراقية الإيرانية وما تسمى بأناشيد القادسية. تحيات. العراق النشم دومه هاي دقوم بعد دقه يا قدم بقوه حقه هاي دقوم بعد دقه العراق النشم دومه هاي دقوم بعد دقه يا قدم بقوه حقه النصر إنا بيقوم معلي وطننا صوت والله النصر إنا بيقوم معلي وطننا فن للعدانة فن فن للعدانة فن كل مكان الخبا يلقى يا